السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هحل معاكم نموذج من نماذج كراسة التوجيه. هحل النموذج الأهم في الهندسة. السؤال الأول بيقول: المستقيم الذي ميله 3/4 يوازي مستقيم ميله، كان إيه شرط التوازي يا شباب؟ الميل الأول يا أستاذ بيساوي الميل الثاني، وقال إن الميل ده ب3/4، يبقى الميل الثاني ب3/4. معادلة المستقيم المار بالنقطة -5.2 موازيا لمحور السينات. -5.2 يا أستاذ بيوازي محور السين، كنا بنقول إيه؟ يبقى الصاد تساوي رقمها، دي معادلة المستقيم. ولو كانت بتوازي محور الصادات كنا قلنا سين تساوي رقمها، هي دي المعادلة. يبقى المعادلة المطلوبة في سؤالنا سين تساوي -5. يه ه واو مثلث متساوي الساقين، دال ه بتساوي دال واو، ج دال بتساوي 1، فإن قياس زاوية واو. رحنا رسمنا المثلث يا أستاذ اللي فيه دال ه قد دال واو، وهو قال إن جا دال دي بتساوي 1، جبنا الحاسبة وكتبنا شيفت ساين الواحد، طلعت بتساوي 90 درجة. يبقى معنى كده إن قياس زاوية دال بتساوي 90 درجة. هو قال إن دال ه قد دال واو، بقت كل زاوية يا أستاذ 45 درجة. يبقى الفكرة في السؤال ده كله يعني إيه جا دال بواحد؟ ساعة ما تلاقي قيمة غريبة هات الآلة الحاسبة واشتغل عليها، شيفت ساين لأن هنا جا. السؤال اللي بعده: أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة -3 و -2 ويصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 60 درجة، ثم عين طول الجزء المقطوع من محور صاد. معادلة المستقيم يا أستاذ صاد بتساوي الميل سين زائد جيم. مائل بزاوية 60، يعني كان في مستقيم مائل بزاوية 60 درجة. خلاص الميل بيساوي ظل الزاوية، ظل 60 بجذر 3، بقت المعادلة ايه؟ ص بتساوي جذر 3 س زائد ج. يعني ايه النقطة جذر 3 وسالب 2؟ ص بسالب 2 وس بجذر 3، جذر 3 في جذر 3، بدلت الصاد حطيت قيمتها والسين وحطيت قيمتها، يبقى الجيم طلعت بكام؟ سالب 2 جذر 3 في جذر 3 في جذر 9 اللي هي 3، عدها بإشارة مخالفة تبقى سالب 3، الجيم طلعت بسالب 5، بقت المعادلة ص بتساوي جذر 3 س ناقص 5. بعد النقطة 4 و-3 عن محور س، بعد النقطة عن محور س مطلق ص، وبعدها عن محور ص مطلق س. هنا عاوز ايه؟ بعدها عن محور س، يبقى هنقول له مطلق ص، يبقى بتساوي 3 وحدات طول. ظا ه في جتا ه بتساوي ظا ه في جتا ه. ظا ايه على ايه؟ جا على جتا، في جتا، كنسلنا دول مع بعض بقت النتيجة جا ه. المستقيم الذي معادلته جيم سين زائد ألف صاد زائد باء تساوي 0، ميله هنا بيسألني في قانون، سؤال تافه مفيش في حاجة. كنا بنقول إن الميل سالب معامل سين على معامل صاد. في الشكل ألف ب ج د شبه منحرف قائم الزاوية عند ج، فيه ألف د بيوازي ب ج، وألف ب بتساوي 5 سنتي، وب ج ب 7 سنتي، وألف د ب 4 سنتي.
زاوية جا ب هو من ثم استنتج قياس زاوية ب ومساحة السطح شبه المنحرف ألف ب ج د. الكلام ده يا أستاذ بنتعامل معاه ازاي؟ سهل، مفيش في حاجة. هو قالك إن الزاوية دي قائمة، تمام؟ ده كده مستطيل تبع الإرشاد بتاعه، قالك نزل ده عمودي. لما ده كان مستطيل بقى الطول هنا كام؟ 4. طب اتبقى كام من 7؟ 3. يبقى تقدر تجيب ده من فيثاغورس ولا لا؟ نقدر نجيبه. يبقى هنقول له دلوقتي من فيثاغورس ألف ه أس 2 بتساوي ألف باء تربيع بس ناقص باء هاء تربيع، لأن أنا عاوز ضلع صغير. 25 ناقص 9 16، إذا ألف هاء بتساوي 4. ده طلع يا أستاذ 4، بقى الشكل ده مربع. وبعدين هو عاوز جا باء، إذا جا باء بتساوي مقابل على وتر، مقابل زاوية باء على وتر. طب عايزين قياسها، هات الحاسبة شيفت ساين وطلع النتيجة. اضغط زرار القمات ما تنساش، هتبقى يا أستاذ 53 درجة و7 دقايق و48 ثانية. عاوزين مساحة شبه المنحرف، كان ليها قانون. مساحة شبه المنحرف قانونها ايه؟ نص في مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع، يعني نص في 7 + 4 في الارتفاع اللي هو 4، يبقى نص في 11 × 4 بتساوي 22 وحدة مربعة. السؤال اللي بعده، س ص ع مثلث قائم الزاوية في عين، تأكد قائم فين؟ أوجد القيمة للمقدار. طبعا يا شباب هنا في خدعة، أنت متعود دايما مثلث قائم الأطوال 3 × 4 وتجيب الضلع الثالث 5، وهنا قال لك إن هي ب2، تتصرف إزاي؟ ولا أي حاجة، مسألة عادية خالص يا أستاذ. هنجيب الضلع الثالث من فيثاغورس، س ص تربيع هتساوي، هنجمع ولا هنطرح؟ هنجمع، 4 + 16، يبقى س ص هنجيب جذر ال20، طلعت 2 جذر 5، نروح للمطلوب. جتا س، جتا س وقفنا عند الس، مجاور على وتر، في جتا ص 4 × 2 جذر 5 زائد جا س، جا س 4 × 2 جذر 5 في جا ص، جا ص 2 × 2 جذر 5. اختصر الكلام، دي راحت مع دي وهنا فيها الاثنين، يبقى 2 على جذر 5 في جذر 5 في جذر 25 اللي هي 5. نفس الطريقة 2 على 5، طلعت النتيجة مقام 1 × 5، واجمع اللي فوق ادوني 4. إذا كان النقطتين، إذا كانت ج ود نقطتين حيث ج ب3 وسالب 2 ود بتساوي ص و3 والبعد كان بيساوي 5 جذر 2، أوجد ص. قانون البعد إيه؟ البعد بيساوي جذر، طبعا انت عاوز تكتب القانون هتكتبه، فرق الصادات أس 2 زائد طرح السينات أس 2، بقت هنا 5 جذر 2 بتساوي جذر ص ناقص 3 أس 2 زائد 25. هنا واحد يقول ايه؟ ومش المفروض يا استاذ قلت ص ناقص 3 يبقى 3 ناقص سالب 2؟ عادي مش هتفرق، لأن أس 2 كده كده يغير اللي جواه، مفيش مشاكل. يعني أنا عاملها عشان تتعلم، عادي مش هيفرق في البعد، إنما لو ميل بيفرق. هنربع الطرفين، بقت 25 × 2، 5 أس 2 وجذر 2 أس 2. هنا ص ناقص 3 أس 2 زائد 25.
بل كده 50 اتبقى 25 بتساوي ص ناقص 3 أس 2. شيل أس 2 هات الجذر. في ناس هنا يا شباب بيفكوا قوس ويقوموا مجمعين اللي زي بعض، بس في ناس بتفك القوس بطريقة غلط. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تقوم حاطط أس 2 على الصاد وأس 2 على التلاتة، لازم القانون. فاحنا ريحنا دماغنا وقلنا طالما ده ليه جذر يبقى ناخده مرة موجب ومرة سالب. مش فاهم؟ انت لما هتشيل أس 2 هتجيب الجذر التربيعي، ولما بتحط الجذر التربيعي الناتج بيبقى موجب أو سالب 5، يعني مرة موجب 5 ومرة سالب 5. يبقى الصاد طلعت مرة ب8 والصاد طلعت مرة بسالب 2. أوجد معادلة المستقيم المار بألف 2 و3 وباء سالب 1 وسالب 3، ثم بين أنه لأي نقطة ج تنتمي للمستقيم، يعني وقع على المستقيم. هتحل يا باشمهندس الأول المعادلة. هجيب الميل، فرق الصادات على فرق السينات، سالب 6 على سالب 3 طلع ب2. المعادلة ص بتساوي الميل س زائد ج. عوض بأي نقطة منهم، 3 بتساوي 4 زائد ج، يبقى ج طلعت بتساوي سالب 1. بقت المعادلة ايه؟ المعادلة بقت ص بتساوي 2 س ناقص 1. عشان اشوف النقطة دي بتمر بالمستقيم ده ولا لا، بتقوم مبدل السين وحاطط قيمتها من نقطة وتشوف الصاد هل هتطلع زي ما هي مكتوبة هنا ولا لا. مش فاهم معاك؟ صاد بتساوي ادي الاتنين، بدل السين وحط قيمتها ناقص 1. صفي دي، شوف الصاد اللي هتطلع هنا هي نفس دي ولا لا. هضرب الاتنين، 4 كاف زائد 2 ناقص 1، بقت 4 كاف زائد 1. قيمة صاد اللي هنا هي نفس اللي هنا؟ ايوه. اذا ج تنتمي للمستقيم الف باء. اوجد قيمة نون بالدرجات، بسيطة يا أستاذ. هنعوض جا 60 بجذر 3 على الاتنين بس أس 2، ناقص نص على 3 في 1 على جذر 2 أس 2 زائد 1، 3 على 4 ناقص نص اتبقى ربع، 3 في نص ب 3 على 2 زائد 1 ادتني 2 ونص. 2.5 دي اللي هي 5 على 2، يبقى النتيجة طلعت كام؟ طلعت 1 على 10. عايزين قيمة نون، جتها كام اللي بواحد على 10؟ مش عارف. يبقى شيفت كوزاين 1 على 10، شوف هتطلع بكام. طلعت ب 84 درجة في الشكل المرسوم، أ ب 5 و1 وب ب 1 و5. أوجد إحداثي ج و د، استنتج قياس زاوية ميل واو د، اثبت إن متوازي الأضلاع واو أ د ب معينًا. أنت قايل يا أستاذ إن هو متوازي، خلي بالك، يعني الأقطار ينصف كل منهما الآخر. بما إن أ د ب واو متوازي أضلاع، إذًا الأقطار ينصف كل منهما الآخر. واو دي اللي هي نقطة الأصل صفر وصفر، يبقى هنجيب منتصف أ ب هنساويه بمنتصف د واو. منتصف أ ب اللي هو ج، يبقى ج بتساوي 5 زائد 1 على 2 و 1 زائد 5 على 2 بيساوي 3 و3. يبقى هنفرض إن د دي س وصاد، إحداثي دال هيساوي إيه؟ 3 و3 بتساوي
مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2. هنساوي الخانة الأولى بالخانة الأولى، يبقى السين بستة والصاد برضو طلعت بستة، يبقى أنا جبت دي ستة وستة. كده أنا جبت له إحداث جيم بكام ودال بكام. عايزين زاوية ميل الواو دال ده، بسيطة، ما احنا نجيب ميله. الميل طلع بكام؟ ميل الواو دال بيساوي فرق الصادات على فرق السينات بيساوي 1. ظا كامل بواحد يبقى 45 درجة. جبنا الزاوية دي 45 درجة. عاوزني أثبت إن الشكل معين. علشان تثبت إن هو معين، هو قال لك في الأساس إن ده متوازي. خلي بالك، في المتوازي لو لقيت الأقطار متعامدة بقى معين خلاص. طب أنا جبت ميل الدال واو، نقوم جايبين ميل الألف ب، طلع بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، طلع بيساوي سالب 1. بما إن ميل واو دال في ميل ألف ب بيساوي 1 في سالب 1 بيساوي سالب 1، إذن الأقطار متعامدة، إذن الشكل معين. نتمنى أن نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.